طلبت حركة حماس من الوسطاء تقديم خطة تعتمد على المحادثات السابقة بدلا من الدخول في مفاوضات جديدة، وذلك للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة. وطلبت حماس من الوسطاء تقديم خطة لتنفيذ ما تم التوصل إليه من تفاهمات في الثاني من شهر يوليو الماضي بدلا من مفاوضات جديدة. أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن مباحثات تجري بين القاهرة ورام الله تفضي بسيطرة السلطة الفلسطينية على معبر رفح البري الحدودي مع مصر. جاء ذلك خلال لقاء عقد مؤخرا بين الوزير الفلسطيني حسين الشيخ المقرب من الرئيس الفلسطيني محمود عباس وممثل مصر الموجود في رام الله وفقا لهيئة البث. وأوضحت الهيئة الإسرائيلية أن حسين الشيخ وممثل مصر في رام الله رسما كلاهما المخطط بدعم كبير وقوي من مصر. ونقلت الهيئة عن مصادرها وصفتها بالمطلعة بأن واشنطن دعمت المقترح، وأن مصر تهدف لوصول ممثلي السلطة الفلسطينية إلى غزة بشكل رسمي وواضح، وأن الخطة المصرية تفضي بأن يكون المعبر هو الخطوة الأولى للسلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة بحسب هيئة البث الإسرائيلية. الكشف عن مفاوضات تسليم معبر رفح للسلطة الفلسطينية مشاهدينا ليس بالأمر الجديد، فقد كشف موقع أكسيوس في منتصف الشهر الماضي عن اجتماع سري بين الولايات المتحدة وإسرائيل والسلطة الفلسطينية بشأن معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة. الموقع ذكر أن الاجتماع الذي عقد في تل أبيب وشارك فيه بريت ماكورغ كبير مستشاري الرئيس جو بايدن لشؤون الشرق الأوسط ناقش إعادة فتح المعبر كجزء من صفقة التبادل مع فصائل المقاومة الفلسطينية، وأن إسرائيل أكدت خلال الاجتماع الثلاثي أن نتنياهو يعارض أي تدخل رسمي للسلطة الفلسطينية في المعبر. إذاعة الجيش الإسرائيلي من جانبها ذكرت في وقت سابق أن معبر رفح لم يعد صالحا للاستخدام بعد تدمير الجانب الفلسطيني منه بالكامل، فيما أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن الجيش يعتزم إعادة بناء المعبر في موقع جديد قرب معبر كرم أبو سالم حيث تلتقي الحدود بين إسرائيل ومصر. لكن مصدرين مصريين أكدا أن القاهرة ترفض دخول قواتها إلى قطاع غزة وتتمسك بموقع معبر رفح. في تصريح جديد مثير للجدل، دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن غفير إلى وقف نقل المساعدات الإنسانية والوقود إلى غزة حتى عودة جميع المختطفين. بن غفير قال إنه يجب تشجيع هجرة سكان غزة واحتلال القطاع والسيطرة عليه بشكل دائم والاستمرار في تدمير حماس حتى تستسلم تماما. من رام الله معنا مسؤول الإعلام في مفوضية التعبئة والتنظيم لحركة فتح عبد الفتاح دولة. مرحبا بك أستاذ عبد الفتاح. قبل مناقشة ما يجري بين السلطة ومصر، هل تستطيع أن تشرح لنا بيان حماس وإن لم تكن معنيا أو ناطقا باسمها، ولكن هل فهمت بأن الحركة ستذهب إلى اجتماعات 15 من أغسطس؟ التحية لك بداية ومن خلالك للمشاهدين الكرام، وبكل تأكيد لن أتحدث عن حركة حماس، لكن اطلعت نعم على بيان الحركة، وبيان الحركة من الواضح أنه يقول أن محددات أي مفاوضات واستمرار هذه المفاوضات هو على ما توقفت عليه، ولا داعي لأن يكون هناك مفاوضات جديدة بشروط جديدة، وكأنهم يقولون أن من أعاق الوصول إلى أي اتفاق هو نتنياهو، بالتالي ما الداعي للدخول في مفاوضات جديدة يفرض فيها نتنياهو شروطا جديدة. المحددات واضحة، فلسطينيا نريد وقف العدوان عن شعبنا الفلسطيني، على هذا الاحتلال أن ينسحب من قطاع غزة وأن يكون هناك صفقة لتبادل الأسرى يخرج فيها أسرى الاحتلال مقابل أسرانا في سجون الاحتلال. لربما هذه هي محددات حركة حماس، وهي كانت قد أبدت ليونة في المفاوضات السابقة في ذلك، لكن نتنياهو أعاق ذلك الأمر.
هل ستذهب حماس؟ أعتقد أنها ستذهب، لأنه الكل معني بوقف إطلاق النار، الكل معني بصفقة، لكن أن تكون عادلة للشعب الفلسطيني وأن لا يكون هناك صفقة، وفي المقابل يستمر نتنياهو في حربه على شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة في ظل هذه الأصوات التي تتحدث عن البقاء في القطاع واحتلال القطاع. فما فائدة أي مفاوضات طالما أن نتنياهو ويمينه المتطرف يريدون البقاء في قطاع غزة؟ طيب أستاذ عبد الفتاح، مصر والسلطة الفلسطينية أين وصلتا في شأن السيطرة على معبر رفح؟ وهل بالفعل هذه المفاوضات قائمة؟ لا معلومات لدي أن هناك يعني حديث ولقاءات جديدة حول هذا الأمر، لكن هناك أمر معروف وليس خافيا على أحد، السلطة الوطنية الفلسطينية لا مشكلة لديها من أن تتسلم معبر رفح وفقا للاتفاق الذي كان قد تم على أن تكون السلطة الوطنية الفلسطينية هي المسؤولة عن معبر رفح. المشكلة ليست بالسلطة أوروبية بقبولها أو لا أستاذ عبد الفتاح. أنا أعرف أن السلطة حتى أنه لا مشكلة لديها، إذ ما قيل لها تعالي وكوني في قطاع غزة، وهي دائما تقول أنا لم أغادر قطاع غزة. المشكلة عند الطرف الآخر. يعني التصريحات المعلنة للطرف الآخر والاحتلال هي واضحة، هم يقولون لن نقبل بوجود السلطة الوطنية الفلسطينية ليس فقط في معبر رفح وإنما في قطاع غزة، هذه فتحستان كما حماسستان، ونحن لن نقبل بوجودهم في قطاع غزة. هذا أمر يجب على العالم، على الوسطاء، على الأطراف ذات التأثير أن تقول كلمة في ذلك، لكن من الواضح أن العالم كله قد فشل في وقف هذا فيما يخص إسرائيل. أستاذ عبد الفتاح المعذرة، هذا إسرائيل هي قوة الاحتلال، هذا فيما يخص إسرائيل، ولكن ماذا بشأن من هم في قطاع غزة؟ وأعني الفصائل الفلسطينية كذلك. وإن كان الحديث سابقا لأوانه، دائما تقولون بأن أولوية وقف إطلاق النار وإنقاذ الفلسطينيين هي الأولى لديكم، ولكن لابد أن تطرح هكذا قضايا. هي طرحت، يعني هذا الأمر وجود السلطة الوطنية في قطاع غزة طرح، وحتى في لقاء بكين طرح، وتوافقت الفصائل على أن يكون هناك حكومة توافق وطني يشارك فيها الكل الفلسطيني، ليس بالضرورة أن يكون جزءا من هذه الحكومة، بالقدر أن يتوافق الكل على هذه الحكومة ما بعد انتهاء هذا العدوان من قطاع غزة. الكل يدرك اليوم أن السلطة الوطنية يجب أن تكون موجودة بحكم أنها مسؤولة عن كل الشعب الفلسطيني، ويجب عليها أن تقوم بمسؤولياتها في كل جغرافيا فلسطين وتحديدا في قطاع غزة، حتى لا نعزز الفصل الجغرافي والسياسي ولا نمنح هذه الورقة لنتنياهو. وأعتقد أن حماس أيضا مدرك ذلك الأمر، وسنتمكن فلسطينيا من الوصول إلى توافقات في ذلك، لكن طيب. العقبة الكأداء هي هذا الاحتلال وموقفهم الواضح والمتصلب أننا لن نترك قطاع غزة ولن نسمح لوجود السلطة الوطنية الفلسطينية، على الرغم أنها الجسم الشرعي وكل العالم يدرك ذلك ويقول أن السلطة يجب أن تكون، لكن لا أحد يمتلك الإرادة التي تفرض على الاحتلال وقف عدوانه وانسحابه من قطاع غزة حتى يتمكن ونتمكن فلسطينيا من إدارة شأننا الفلسطيني الداخلي. طيب بالنسبة كذلك للزيارة المرتقبة للرئيس محمود عباس إلى روسيا، أستاذ عبد الفتاح، ما الجدول، ما جدول الأعمال الذي من الممكن أن يناقش مع الجانب الروسي؟ يعني هناك علاقة تاريخية وثابتة مع الأصدقاء في روسيا، ونحن نهتم كثيرا لهذه العلاقة وللدور الذي يمكن أن تلعبه روسيا على صعيد وقف العدوان أو على صعيد إعادة الاعتبار لمسار سياسي من خلال مؤتمر دولي للسلام، ولربما روسيا يمكن لها أن تلعب. أليست الجهة الخاطئة الآن يا أستاذ عبد الفتاح؟ يعني أليست الجهة الخاطئة باختيار الزيارة هذه، بمعنى أن روسيا لا هي مقبولة من الأوروبيين الآن ولا من الأمريكيين ولا حتى من الإسرائيليين؟ ما الذي بيدها موسكو أن تفعله؟ يعني لا نبني مواقفنا على ما تريد أمريكا وتريد دولة الاحتلال. روسيا صديقة، ومن المهم أن نتشاور معها في قضايا الصراع وكيف يمكن أن نستثمر دورها. هي إن لم ترضى عنها أمريكا والاحتلال، هي يعني بلد وازن وذو قوة حقيقية، ولربما يمكن من خلال هذه المشاورات أن نبحث عن الدور الذي ممكن
أن تلعب روسيا في ذلك الأمر. يعني إحنا مشكلتنا مع أمريكا أنها تريد أن تظل المهيمن على القرار الدولي، والرهان على أمريكا فاشل على اعتبار أن أمريكا تدعم الاحتلال وتدعم العدوان وتقدم كل أشكال الدعم لهذا الاحتلال. فلماذا نراهن على أمريكا ونترك الأصدقاء الذين يتبنون الموقف الفلسطيني والقضية الفلسطينية وينادون علانية بضرورة وقف هذا العدوان فورا وبضرورة أن يكون هناك مسار سياسي لمؤتمر دولي ترعاه الأمم المتحدة وليست الولايات المتحدة الأمريكية؟ الآن طيب. الكل يدرك أن الحل يكمن فقط في مسار سياسي ينتهي بتجسيد الدولة الفلسطينية، وكل من يتبنى هذا الأمر يجب أن نتشاور وإياه ونبحث في سبل تفعيل ذلك عمليا حتى نخرج عن الإطار الدولي النظري إلى إطار عملي، لربما نجد في روسيا دورا مهما في ذلك. طيب أين وصلت الدبلوماسية الفلسطينية فيما يخص ما يجري في قطاع غزة أستاذ عبد الفتاح؟ كان معنا السفير رياض منصور يقول بأن التحرك موجود، ما حصل في المدرسة وما حصل سابقا في قطاع غزة مؤلم جدا. يعني هل تمت مواقف دولية يمكن التعويل عليها باستثناء روسيا التي تحدثت عنها قبل قليل، وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية المعروف موقفها؟ يعني الدبلوماسية الفلسطينية حقيقة لم تتوقف يوما، وما هذا التنامي في الاعتراف بالدولة الفلسطينية وبالمناداة بوقف العدوان عن شعبنا الفلسطيني إلا جزء من نضال شعبنا على الأرض ومن النضال الدبلوماسي. لكن المعضلة تكمن في مدى قدرة هذه المنظومة الدولية بترجمة ما يصدر عنها. محكمة العدل الدولية تقول أن هناك جرائم حرب تحصل في فلسطين وفي قطاع غزة على وجه التحديد ولم تفلح في وقفها. نتنياهو وقيادة هذا الاحتلال وضعوا على اللائحة السوداء لائحة العار ولم يمنع ذلك من وقف المذبحة. دبلوماسيا نحن يعني نتواصل مع كل العالم لحشد هذا الموقف الدولي ليتحول من موقف نظري إلى موقف فعلي وإلى دفع هذه المنظومة للقيام بمسؤولياتها. لا يعني أنها عاجزة أو صامتة أن تتخلى وتتحلل من مسؤولياتها، وإلا لماذا وجدت هذه المنظومة الدولية وهذه المؤسسة الدولية؟ المحكمة ليس فقط تصدر قرارا، يجب أن يكون هناك أدوات لتنفيذ ما يصدر عن المحكمة الدولية. طالما أن هناك مجزرة فهناك مجرم، إن لم يلاحق هذا المجرم سيستمر في جرائمه. وعلى الرغم أننا صرنا نفقد الثقة فلسطينيا بدور المنظومة الدولية إلا أن ذلك لا يمنع من الاستمرار في وضع المنظومة الدولية أمام مسؤولياتها. هذا واجبهم وعليهم أن يقوموا بكل ما يجب القيام به لحماية حقوق الشعب الفلسطيني على اعتبار أنه دولة مراقب في المنظومة الدولية، ويجب توفير كل أشكال الدعم والحماية لها ومعاقبة دولة أخرى اعترف فيها في الأمم المتحدة على أن تلتزم بالشرعية الدولية ولا تلتزم ولا تحاكم على كل ما ترتكبه من جرائم. شكرا جزيلا لك من رام الله، مسؤول الإعلام في مفوضية التعبئة والتنظيم لحركة فتح عبد الفتاح دولة.